أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شؤون الساعة. أمام حجم المأساة الإنسانية السورية التي خلفها الصراع الدائر هناك حتى اللحظة والذي لا تلوح في الأفق نهاية قريبة له، هذا التدفق والنزوح المستمر للاجئين المستمر داخل وخارج سوريا بكل تداعياته السياسية والاقتصادية والإنسانية على استقرار البلدان المجاورة لسوريا على أمد طويل، خاصة لبنان التي تستقبل وحدها من مليون لاجئ على أراضيها. والواقع أن الأزمة السورية تلقي بظلال قاتمة على مختلف الأطراف، اللاجئون والدول المستقبلية والدول المستقبلة لهم، وأيضا المنظمات الدولية التي تلهث وراء تدبير الموارد المالية للأزمة للوفاء بالاحتياجيات اليومية لنحو 6 ملايين من الفارين من جحيم الحرب المستعرة والتي يدفع ثمنها الشعب السوري اللاجئ منهم أو الذي يلقى حتفه. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من بيروت الكاتب والمحلل السياسي معتز ميداني، مدير تحرير صحيفة سفير اللبنانية، ومن القاهرة المحللة السياسية الدكتورة نوريهام الشيخ، ومن واشنطن المحلل السياسي خالد سفوري. نبدأ شؤون الساعة بخريطة اللاجئين السوريين ثم نبدأ بعده الحوار. مذاق تذوبين بحلاوته ويفتح عينيك على رقته، مع نعومة تلفك بالحرير وتبهرك كل مرة أكثر بكثير. جالكسي، عندما تعشق الشوكولاتة. شاركيهم ألذ اللحظات مع بوة المشاركة الجديدة من جالكسي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في شؤون الساعة، وأبدأ مع الأستاذ معتز ميداني في بيروت. أستاذ معتز، كيف تنظرون في لبنان إلى الجانب الآخر من الأزمة السورية التي صدرت ليس فقط التداعيات المباشرة سياسيا واستراتيجيا، ولكن أيضا صدرت أزمة كبيرة وحادة تتمثل في هذا التدفق المستمر للاجئين الذي سجل حتى الآن مليون لاجئ؟ الواقع أن التقرير الصادر عن المفوضية الخاصة باللاجئين والصادر الذي صدر اليوم بالتحديد أشار إلى أن العدد تجاوز المليون فعلا، ونحن هنا نتحدث عن النازحين أو اللاجئين الذين تسجلوا رسميا لدى مكاتب ومراكز هذه المفوضية، علما أن هناك العديد من النازحين واللاجئين الذين لم يتسجلوا في هذه المراكز والذين يسعون للحصول على قوت يومهم بشكل أو بآخر عبر العمل أو عبر التسول أو عبر البحث عن جمعيات ومنظمات إنسانية يمكن أن تعنى بشؤونهم. الواقع أن لبنان ينظر إلى هذه المأساة على أنها يعني خطر كبير يتعلق ليس فقط بهؤلاء النازحين والظروف المأساوية التي يعيشون معتز. يعني فيها، معتز، ما هو هذا الخطر الذي تتحدث عنه؟
نحن نتحدث عن بلد تعداد مواطنيه لا يتجاوز 4 ملايين نسمة، لديه الآن أكثر من ربع سكانه هم من النازحين المسجلين لدى مراكز الأمم المتحدة. هؤلاء جاءوا إلى لبنان في ظروف يعيش فيها لبنان ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة جدا. هؤلاء قسم كبير منهم يزاحم اليد العاملة اللبنانية ويتسبب بتصاعد الشكاوى من تزايد البطالة في المجتمع اللبناني نتيجة المزاحمة. هؤلاء يستخدمون العديد من المرافق الحياتية كالمياه مثلا. لبنان حاليا يشكو من قلة المياه، هناك 1 مليون إنسان يستعملون يشاركون اللبنانيين في هذه المياه. هناك البنية التحتية اللبنانية التي تضيق باللبنانيين أصلا. هناك أكثر من ربع عدد اللبنانيين يشاركون فيها. يعني هناك العديد من المخاطر، هذا عدا عن الخطر الأمني. طيب، فليس كل النازحين أو اللاجئين هم يعني ملائكة. هناك عدد منهم يعني جاءوا من ظروف ليست مناسبة ويتسببون بمشاكل أمنية في لبنان. سوف نتحدث عن التداعيات الأمنية لهذا النزوح من اللاجئين على لبنان، ولكن يعني دعني أشرك دكتورة نوريهام الشيخ من القاهرة، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتورة نوريهام، يعني في ذات النقطة في الوقت الذي فشل فيه العالم من الخروج من هذا النفق المظلم للحرب السورية، تتفاقم مشكلة اللاجئين السوريين ليس فقط في دول الجوار المستقبلة ولكن داخل سوريا نفسها. يعني السؤال، هل اقتربنا فعلا من أن يكون لدينا في العالم العربي أزمة لاجئين فلسطينيين ثانية؟ يعني نكاد نكون فعلا للأسف الشديد بنعيش هذه الحالة فيما يتعلق بسوريا. التقرير أشار أن حوالي 6 ملايين نازحين إلى في الداخل السوري، لكن هناك تقارير أخرى بتشير إلى 9 ملايين. 9 ملايين، يعني إحنا بنتحدث تقريبا عن نصف سكان سوريا اضطروا إلى ترك منازلهم وموطنهم اللي ما كانوا بيستقروا فيه والنزوح إلى مناطق أخرى نتيجة الحرب. فالحقيقة هي فعلا مأساة إنسانية، وده أكبر عملية نزوح ربما في العالم. تفاقت ما حدث في أفغانستان، ربما هي أيضا فاقت ما حدث في رواندا وبروندي أثناء الحرب. فالحقيقة هي مأساة إنسانية لم نتعودها كمان في العالم العربي. وكنا بننظر إلى سوريا لفترة طويلة على أنها دولة مستقرة، دولة يعني فيها يعني قدر كبير من يعني الاستقرار سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فالحقيقة هي أعتقد أن الموقف صادم للعالم العربي وأيضا صادم للمجتمع الدولي ككل مع تفاقم بقى الأزمات والمآسي الإنسانية داخل سوريا. طيب يعني دكتورة نوريهام، يعني كنت أقصد إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا النزوح على باقي الدول العربية، يعني غير الدول العربية الموجودة على الحدود السورية؟ الحقيقة الأزمة يعني طالت حتى المغرب العربي، يعني أنا مش عايزة أقول بس فقط اللي هي الدول اللي بتمثل جوار مباشر لسوريا، ولكن الجوار غير المباشر زي مصر وغيرها من الدول، حتى المغرب الحقيقة طالها هذا النزوح. فالحقيقة في ضغط طبعا بالتأكيد اقتصادي، ضغط على البنية التحتية بشكل عام، والأهم أعتقد بالنسبة لدول غير الجوار المباشر هو البعد الأمني. يعني أنا يعني الحقيقة سواء في مصر أو في المغرب كان هناك دائما التداعيات الأمنية لبعض النازحين أو اللاجئين، هو ده الأهم فيما يتعلق بهم. طيب دكتور خالد صفوري المحلل السياسي من واشنطن، دكتور إضافة إلى ما تحدث به ضيفينا قبل قليل، كانت هناك آمال معقودة على جنيف 2 للتوصل إلى حل سياسي ومخرج للأزمة السورية، لكن النتائج جاءت مخيبة كما رأيتها وكما رأها الجميع، حيث تستمر الحرب وتزداد الشراسة. كيف تتتابع التداعيات التي أضاف هذا الفشل على ملف اللاجئين سواء كان داخل سوريا أو خارجها؟
جنيف واحد وجنيف اثنين قاموا على أسس خاطئة أصلا، لأنه أي وقت تعقد مؤتمر سلام يجب أن يكون الفرقاء متفقين على أنهم يريدون أن يشارك في مؤتمر سلام. نحن نعرف أنه في الحالتين تم الضغط على الطرف الحكومة السورية وعلى المعارضة السورية من أجل أن تأتي إلى هذا المؤتمر. وحتى في جنيف اثنين إلى آخر لحظة جزء كبير من أطراف المعارضة رفضت، وحتى المعارضة السورية انشقت على نفسها نتيجة أنه بعض القوى تحت ضغوط غربية شاركت. نعم، نحن يعني لا نريد أن نناقش الآن جنيف اثنين، ولكن نريد تأثير فشل هذا المؤتمر على اللاجئين السوريين. ما هو أنا آتي لهذا الموضوع، هذا يعني نعود إلى الدائرة النقطة الصفر، على أنه باعتبار أنه ليس هنالك أي حل سياسي في الأفق، وليس هنالك حل عسكري أصلا، لأنه لا الحكومة السورية ولا المعارضة استطاعت أن تحسم الوضع على الأرض، وبالتالي نحن في وضع ضياع في الوضع السوري، وبالتالي هذه مشكلة قد تستمر لفترة طويلة. هنالك تقرير تم تقديمه للكونغرس الأمريكي قبل أسابيع يقول أنه الحرب في سوريا قد تستغرق فوق 15 سنة، وهذا مشابه للسيناريو اللبناني. الحرب الأهلية في لبنان امتدت فترة طويلة وعانى الكثير من الناس من خسائرها، لكن الجزء الأكبر من الشعب اللبناني لم يخرج من لبنان، يعني نسبة خرجت من لبنان لكن ليست بالنسبة التي نتحدث فيها عن سوريا. هنالك تنقل لعدد السكان داخل سوريا وإلى خارج سوريا، وهذه مشكلة أساسية، وبالتالي عدم وجود أي حل يخلق مشكلة حقيقية. وأنا أعتقد أن المجتمع الغربي أو المؤسسات الغربية تعمل وبشكل دؤوب من أجل مساهمة في حل هذه المشكلة أكثر من كثير من الدول العربية. المشكلة أنه في الجامعة الدول العربية ليس لها أو ليس